السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أموركم هانيين؟ كل شيء بخير، كل شيء على خير. نتمنى تكونوا في صحة جيدة، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا ورمضان مبارك سعيد. في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نتكلم على الأضواء ديال صانيا إيميل إكس ميل وأضواء جميع الدراجات بصفة عامة، لكن هاد صانيا إكس ميل إير ميل والإكس 50 كيمكن لك أنك تضبط الأضواء ديالها. كيف ما كنشوفوا الاخوان، ان بعض الاخوان بعد ما شراو موتور جديد ما انتبهوش لواحد القضيه، بان الموتور ديال الضوء ديال الموتور عالي بزاف، وهادشي هذا كيسبب ازعاج المستعملين طريق اخرين، ويقدر يسبب حتى في حادثه لا قدر الله، انك شي واحد ماشي قدامك كتعمى كتتت الرؤيه ديالو، ما كيمكنش انه يبقى مركز. داك الضوء اللي كيكون ضارب في مستعمل الطريق اللي قبل منك كيشتت الانتباه ديالو، ما كيخليهش مركز. على هادشي من الافضل اننا نضبطوا الاضواء ديالنا، وديما الضوء يكون في واحد المستوى، بحيث انه يعطينا واحد الرؤيه واضحه وما يزعجش الناس الاخرين. مثلا في الليل في الظلام انا غنمشيو حنا بالكود، وهذا الكود هذا مخصوص يكون عالي، ولا يكون ما يكونش عالي بزاف. ومن الافضل الاخوان ما نبقاوش نمشيو داخل المدينه بالفعل، داخل المدينه راه معروف الكود ولا غير الفيوز، هادشي اللي معروف. المهم الاخوان، هنا عندنا صانيا ار 1000 2021، وعندنا صانيا اكس 50 2020. بالنسبه لهاد صانيا ار ميل، جا فيها واحد بارابول كبير اللي كيعطي واحد الاضاءه واضحه صراحه، الضوء ديالو واضح، الكود ديالو تقريبا بحال فا لي صراحه الضوء ديالها شي حاجه مشاهده، ولكن كيف ما كنلاحظوا ان بزاف الاخوان كيكون ماشي بالكود والضوء عنده عالي. علاش؟ حيت ما انتبهش لديك الطريقه ديال الضبط ديال الضوء، ما ضبطش الضوء ديالو، وهادشي هذا كيف ما قلت في اول فيديو كيزعج عباد الله. ولا هادشي من الاحسن ديما تضبط الضوء ديالك، تاكد طريقه الضوء. هنا جا واحد البولون صغير كيمكن لك منه تضبط الضوء، هاد البولون هذا ديال 8 كتفسخو، وديك الساعة كتعيقل الريكلاج اللي بغيتي نتا ديال الضو، على حسب الحاجة ديالك. وبالنسبة حتى لهاد صانيا اكس 50 تا هي جا فيها، تا هي فيها نفس البولون نفس الطريقة، بولون ديال 8 سير 8 كتضبط الأضواء ديالك، مكتزعجش حتى واحد، أصلا نتينا راه كتضبط الضو على حسب الحاجة ديالك، على حسب اللي باغي نتا. انا تادي كما كنشوفو جا في بارابور، جا فيها الضو فيها ناقص شوية على هادي ديال 2021، بالاضافة لهاد اللي تبردو كينقصو شوية، كنت هضرت عليهم في واحد فيديو سابق. انا فيها تاهي كود فار ولكن بارابور واحد، هادي العكس، هادي جا مقسوم على جوج كما كنشوفو، عندنا الكود الفوق وعندنا الفار التحت، بالاضافة لهاد اللي ليد هذا اللي صراحة كيزيد من الجمالية ديال الموتور اللي كيتسمى زواق، ولكن تا هو كيساهم يخلي ان الموتور يبقى بادي. للضبط ديال هاد الاضواء الاخوان كنحتاجو اول حاجة هي سير 8، سير 8 في هاد الشكل هذا، اي سير 8 يكون متوفر، على حد بيبا ما كيدخلش تما كيجي معتب مع الكاريناج. كنفسخو البولون ديالنا، البولون راطب دغيا كيتفسخ طريقة سهلة، من بعد ما كنفسخو البولون كيبقى البارابول مفسوخ. هنا كتبقى تتحكم نتينا كيف ما بغيتي في الفارو، طلع هبط على حساب الحاجة ديالك. من الأحسن تكون قدام شي حيط، هو الضو كيف ما كتشوفو باين في الحيط كيطلع وكيهبط، كنطلع الضو كنهبط الضو على حساب الحاجة ديالي. وهاد السير 8 نخليه معايا حتى نضبط الضو ضبط صحيح، عاد يمكن لي ديك الساعة نحيدو، من الأفضل يبقى مع السوارات. أي حاجة زايدة في الموتور ما كتسببش إشكال، وما تكون حاجة عندي ولا ما تكون ولا ما تكونش كاع. أنا كيف ما كتشوفو الإخوان، بعد ما كنضبطو الضو ديالنا كنجيو كنصيرو البولون بطريقة سهلة، ماشي شي حاجة صعيبة، ما كديش وقت كبير. شحال من واحد كيضبط عند المعلم، من بعد ملي كيمشي يشوف الطريق يلقى بلي أن داك الضبط ماشي هو هداك، اللهم اضبط راسك مع شي حيط، عاود شويه الا ما صدقش عاود كترجع تعاود حتى توصل للنتيجه المطلوبه. هذا بالنسبه للاكس 50. بالنسبه للارميل حتى هي طريقه سهله، نفس الطريقه، بولون هو واضح قدامنا، كنفسخو البولون ديالنا بطريقه سهله. بارابو كيما كتشوفوا بلي انه ما بينه وبين الكاش ديالو كاين واحد الفراغ في انه يبقى يلعب، تبقى تطلع وتهبط في البارابول. انا داكشي سهل ماشي شي حاجه صعيبه،
الحمد لله من 2020 كيف ما 2021 كيف ما قلت، جات فيهم واحد الإضاءة واضحة صراحة في الطريق بالمقارنة ما بين الإكس 50 والإير ميل، واحد الإضاءة صراحة واضحة، واخا كيبان الطويضة صغيرة الضو مشتت مشى مفرق في الجنب. على هادشي هاد الطويضة الأحسن الواحد كيف ما قلت أنه يضبط الضو ديالو باش ما كيزعجش عباد الله، ما يبقاش أنت غادي ضارب الضو في السما كتعمي في عباد الله. كيف ما كتشوفوا الإخوان معنا في الفيديو، البارابول كيطلع ويهبط، طريقة سهلة، طلع الضو هبط الضو، ما كيطلبش مجهود، ما كيطلبش معلم شي حاجه، نفس الطريقه كيف الاكس ميل كيف الاير ميل كيف الاكس 50. بالنسبه للاير 50 ديال 2020 ولا 2019 ما فيهاش هاد الريجلاج، ضروري خصك تفسخ بارابول وتبقى تدور البوله تتوصل للنتيجه المطلوبه. هادشي هاد العمليه هادي سهله، ما كديش مجهود، ما كديش وقت، ما كديش مجهود، بطريقه سهله صراحه. احسن حاجه والواحد يضبط الحاجه بيدو، الا ما كان ماشي شي حاجه صعيبه ما كتطلبش المعلم سير 8. ما بعد ما كنسالو الضبط الاخوان كنزيرو البولون، ما تخليوهاش مرخوف باش ما يبقاش عندنا التنزيم في الكاريناج وما يبقاش يتحرك البارابول في الطريق، وكتعرف الاهتزاز يقدر يسبب في البوله كاع تحرق. الاخوان كيف ما قلنا الضبط ديال الاضواء واحد الحاجه ضروريه في الموتور، وبحيث ان الا ما كانش عندك الضوء مضبوط راه عليها مخالفه ما بين 150 درهم حتى 300 درهم كيعاقب عليها القانون. على هادشي دائما نراقب الاضواء ديالي في حاله عندي الضوء خاسر ولا شي حاجه في تخسر الضوء على غفله، راه كاين كاتر سينيال نمشي بكاتر سينيال، في حاله الا وقفني بوليسي على الضوء ولا شي حاجه اقول له انا شاعل كاتر سينيال عاد تخسر الضوء، وهنا يمكن عندك واحد احتمال انك تتجنب المخالفه. هادشي ديما بنادم قبل ما ينطلق قبل ما يخرج بالموتور ديالو في الليل، اول حاجه يشوف الصيغه الجيد ديال الاضواء كامله، سواء اضواء التوقف اللي هي الضوء الفران ولا اضواء الوضعيه اللي هي الفيوز لي ليد، وكذلك حتى الاضواء الطريق اللي هي الفار واضواء التقابل اللي هي الكود. هادو دائما خصك يكون عندك مراقبين، وحتى السينيالات، السينيالات مهمين تا هما عليا مخالفة. المهم الواحد يراقب الضو ديالو، سواء النظافة ديالو سواء الاشتغال جيد قبل ما ينطلق. وهنا الاخوان كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان اي واحد عجبو الفيديو شاف استفد ولو قليلا، ما يبخلش علينا بلايك اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.